أكثر من 300 مليون طفل ضحية للاستغلال عبر الإنترنت كل عام، رقم صادم تم الكشف عنه بعد دراسة علمية أجراها باحثين بجامعة إدنبرا بسكوتلندا. هذه الأرقام المرعبة تعكس الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الجرائم وحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة بالعالم الرقمي. تعتبر ظاهرة استغلال الأطفال عبر الإنترنت واحدة من أكثر التحديات الاجتماعية والأخلاقية اللي تواجه العالم اليوم. القائمين على الدراسة قالوا حوالي 2,300,000 طفل ومراهق حول العالم وقعوا ضحايا لمحادثات وصور ومقاطع فيديو ذات محتوى غير لائق. الانتهاكات ما توقفت هنا، وإنما شاف الباحثون أن المحتالين يلجؤون إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لغرض ابتزاز الأطفال، وطبعاً أكو أسباب وعوامل وراء استغلال الأطفال عبر الإنترنت، منها التقدم التكنولوجي وتوسع استخدام الإنترنت وضعف الرقابة الأسرية، وبنفس الوقت عدم كفاية التشريعات على الرغم من وجود قوانين دولية ووطنية تهدف إلى حماية الأطفال، إلى أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين قد يكون ضعيف أو غير فعال لبعض الدول.